هي البدائل الغذائية للناس المصابين بالحساسية؟ هذا هو السؤال اللي طرحته عنا في الفيسبوك على صباحية دوزام الجواب مع الأخصائي في الميدان سي نبيل عياشي، مرحبا بكم معنا. وفي فقرة أمومة اليوم غادي نركزوا على الجنين وفترة الحمل عند السيدة الحامل طبعا مع الدكتورة ليلى بشرى. صباح النور دكتورة. صباح النور سميرة. اليوم غادي نتكلموا على المشاكل اللي قدر يتعرض لها الجنين إلا كانت الأم حاملة للغيزوس سلبي أو نيجاتيف. شاف هديم مقترح عليكم اليوم كيك بالليمون وهدى جنان خصت الفقرة ديالها ليزيتول. ليلى حديوي غادي نتقلوا معاك لمدينة أكادير ظهر لي. إيه سميرة صباح الخير عليكم وصباح الخير على المشاهدين. اليوم معنا مصممة كيف قلتي من مدينة أكادير اللي هي سميتها زهراء إزمير. مرحبا بها ليلى. شوية عرضنا على فنان عزيز علينا وحاز مؤخرا على وسام ملك. نعم سميرة، فنان حقق نجومية كبيرة في المغرب وخارج المغرب، فنان كذلك كيمزج ما بين أجناس مختلفة من الموسيقى. غادي يكون حاضر معنا سعيد مسكر وبالجديد ديالو حصريا صباحية دوزام الجديد من بعد سينابيل عياشي وفقرة ديالو فقرة التغذية. خليكم معنا. حساسية الطعام هي عبارة عن ظهور أعراض في الجهاز الهضمي وأعراض أخرى تتعدى. هاد الناس هادو اللي سيعانيوا من الحساسية هادي عندهم نظام غذائي ديالهم مخصص لهم وما يمكنش لهم يعني ياكلوا أي حاجة. نعم. فشنو هو النظام الغذائي اللي تتنصحوا به أنتم كأخصائيين في التغذية؟ نعم. هاد الناس هادو فأكيد أن الحساسيات الغذائية ولا اللي صبحات تظهر للأسف بشكل كبير الآن عند خصوصا عند الأطفال، لأن المشكلة تتطرح بزاف تتطرح عند الأطفال، لان تنعرفوا بان الجانب الغذائي عند الاطفال عنده بزاف ديال الادوار من غير الدور ديال الطاقه اللي تيكون كذلك عند الكبار، ولكن الاطفال تزاد لهم دور ديال النمو. وهنا بعض الاحيان تقدر تكون الحساسيات في بعض المواد الغذائيه اللي عندها علاقه مباشره ولا عندها علاقه وطيده بالنمو. وهنا تنهضر مثلا ملي تيكون حساسيه للبروتينات مثلا او لا حساسيه ديال الجلوتين ولا تنطيحوا في ليزانتوليرونس او لا مثلا تتكون حساسيه ديال الفول كذلك ولا حساسيه الفواكه الجافه ولا ديال الفريز ولا السمك الى اخره. بغيت فكاين هناك مجموعه ديال الحساسيات اللي يقدر يطيح فيها الشخص. بعض الاحيان هذه الحساسيات تنطيحوا في واحد الخانه لانه تتمنع بشكل نهائي على ان على ذاك الشخص انه ولا ذاك الطفل انه يتخيل ياخذ هذيك الماده. فنتخيلوا مثلا ان هذاك الشخص ما خصوش ياخذ مثلا السمك لان فيه بعض المواد اللي تتعطيه حساسيات سواء الليستامين او لي بروتين سا ديبون هو علاش عنده الحساسيه. فهنا بطبيعه الحال كاين في علم التغذيه ما يعرف بالمتكافئات الغذائيه. هذه المتكافئات الغذائيه شنو هي؟ هي ان نفس الغذاء اللي تيجيب لي نفس الكميه ديال هذاك المكون الغذائي واللي هو بعيد على ديك المجموعه الغذائيه. نعطيك مثال بسيط جدا. يعني تنعوضوا هذاك الغذاء بغذاء اخر اللي تيجيب لنا نفس المنافع؟ ماشي نفس المنافع، نفس المكون. داكوغ. نعطيك مثال. اللحم مثلا، هذا مثال الاغلبيه ربما عارفينه، ان 50 غرام ديال اللحم هي بيضه. فيما يخص البروتينات. ولكن ماشي فيما يخص الاملاح المعدنيه وفيما يخص الدهنيات. فهمتك. نفس الشيء مثلا ملي تنهضروا مثلا على غنعوضوا مثلا اللحم بالخبز ولكن ولا اللحم بالقطاني، نعم، ولكن ماشي في نفس الكميه ديال الاحماض الامينيه ولا نفس الكميه ديال الحديد. تنعرفوا بان اللحوم مثلا فيها نسبه الحديد اكبر من القطاني، ولكن يمكننا نعوضوا في واحد المنتوج ولا في واحد المكون غذائي معين. فهنا من تيطيح الشخص في واحد الحساسيه بطبيعه الحال اول شيء خاص اذا كان طفل الاتباع مع الطبيب في الاخصائي في طب الاطفال وكذلك في الاخصائي في التغذيه. علاش؟ باش ما يكونش عندنا نقص في احدى المكونات الغذائيه. وهنا كاين مشكل مثلا ديال الناس اللي تعانوا من الحساسيه ديال الجلوتين مثلا اللي كذلك هي داخله في الحساسيات اللي هما تيكون ممنوع عليهم كل ما هو خبز او الزرع والمشتقات ديالو. هنا فين تيمشيو؟ تيمشيو للروز وتمشيو كذلك مثلا المايس او الايلان. فايلان مثلا يحتوي على نسبه نشويات بحال اللي كاينه في الزرع ولكن غير فيما يخص النشويات ماشي فيما يخص مكونات غذائيه الاخرى. الا سمحتي سي نبيل عياشي غنتجه الان للدكتوره ليلى بشرى وغنسول على الحساسيات اللي بحال ماشي بحال ديال الجلوتين لانتوليرونس، حساسيه ديال الفخاز ولا ديال السمك. نعم. ولا ديال كيفاش تترجم هذه الحساسيه؟ كيفاش تجي لهاد الناس؟ الوغ بحال دابا بحال كاين الحساسيات اللي عندها علاقه بالاكل كيف ما قلتي. دونك بحال دابا الفخاز الا كانت حساسيه غالبا كيكون على شكل اورتيكير. اورتيكير هي تورديت، ان الطفل كينوضوا فيه بحال بقع حمرين باش يعرفوا الناس الحساسيه كيفاش اكزاكتومون كيبدا يحك بزاف
وفي بعض الاحيان كتقدر تكون حساسيه اللي صعيبه بزاف هو لو ديم دو كوينك ان داك الحساسيه كتوصلي حتى للميكوز الحلق ديالو يقدر يتخنق ويقدر كاريمون توفى دونك هاد الحساسيه كنشوفوها بزاف في المواد اللي كتكون اللي بيغ دو ليستامين بحال فواكه البحر الفخاز كيوي دونك هادو هذا نوع من انواع الحساسيه اللي عندها علاقه مباشره بالغذاء اللي تقدر تكون خطيره جدا وبالتالي فالتشخيص ديالها هو ضروري في الاول وبالتالي نتبعوا واحد الحميه باش ما نطيحوش في النقص ولكن بعض الاحيان كاين هناك حساسيه اللي ما تتكونش ناتجه على غذاء واحد وهنا كاين الان واحد نقدر نقولوا علم جديد في التغذيه لان الان التغذيه اصبحنا تنهضروا على لي كومبينيزون اليمونتير او لا المتداخلات الغذائيه او المزج الصحيح ما بين الاغذيه وبعض الاحيان يقدر يكون الشخص مثلا خدا كاس الحليب ما دار له حتى شي حاجه وهنا كاين بعض العادات اللي هي خاطئه مثلا تيقول لك الا خدينا الحوت والحليب تيديروا البرص مثلا الحوت والبرص ولا الحوت والحليب الى اخره هذه عادات اللي هي مغلوطه ولكن بعض الاشخاص يقدر مثلا الا خدا الحليب بوحده ما غايديرلوش حساسيه ولكن الا خدا الحليب مع البيض من هنا من الا خدا الحليب مع اللحم غايدير له حساسيه علاش لان تنعرفوا ان الحليب والبيض واللحم واللبن كذلك هما سو سون دي بروتين دو فالور بيولوجيك القيمه الغذائيه ديالو فيما يخص البروتينات مرتفعه بشكل كبير فيهم جميع الاحماض الامينيه اللي الجسم ديالنا تحتاجهم فملي تندخل هذيك الاحماض الامينيه بواحد الكميه مرتفعه هنا تتوقع ليه مشكل الحساسيه يعني يقدر الغذاء الا خديتو بوحدو ما يديرليش حساسيه ولكن الا خديتو بزاف يدير لي حساسيه كي فهمنا معاك سينا بلي هي شي حساسيه ما تقدرش تكون تقدر تكون ماشي غير الغذاء واحد اللي معروف بحال دابا الفخاذ بل الا خلطنا جوج الغذائين نقدروا نكونوا غير هي باش ندخلوا في التدقيق اكثر تفضل. هي الحساسيه عندها علاقه بالمكونات الغذائيه ماشي بهذاك الغذاء يعني مثلا كيف ما الدكتوره شارت بالنسبه للفريز فعندنا مشكل مع الهيستامين بعض الاحيان ابعد من هذا يقدر يكون مثلا ناخذ واحد الغذاء اللي ما فيهش مواد كيميائيه ما يديرش شي حساسيه ولكن ناخذ غذاء اللي فيه مواد كيميائيه يقدر يدير ليه حساسيه بعض الاحيان حتى لومبالاج بعض الاحيان حتى طرق الحفظ باش حافظت على هذاك الغذاء يعني الحساسيات الغذائيه وهنا تتلقى مثلا انا شخص تيقول لك انا كليت فواحد البلاصه ونضوا ليا بقع باختو الوغ كو هو مثلا مولف تياكل الحوت وعمره ما دار له مشكل دار له مشكل تاكله في هذيك البلاصه علاش لان يعني ربما الطريقه باش طيب هذاك الحوت تزادت له ماده اللي منين تمزجات مع ماده اخرى عطاتو حساسيه في الجسم ديالو صحوني تكلمتوا على ماده الاستامين نعم الاستامين لي زانتيستامينيك مضادات الحساسيه نعم. من هنا منين جات نعم ولكن يعني الاستامين بحال مثلا ملي تنهضروا على الفخاز الفخاز هو اغلبيه الناس يديروا الحساسيه من الفخاز اولا كاين اللي يدير الحساسيه من الكرموس مثلا ولا كيف ما قلت قبيله الحساسيه من الفول فالاطفال اللي يديروا الحساسيه من الفول راه يقدر غير يشم يدوز مثلا في واحد الحق اللي مزروع فيه الفول غايدير له مشكل ديال الحساسيه فهنا ما خصناش نبقاو اننا لان بعض الاحيان شنو تيوقع الاباء تيدخموا الموضوع وتيبقاو على الطفل مثلا راه ما تاخذش الفول ضروري خصك تاخذ العدس حيت الا ما خديتيش العدس ما غاتاخذ داكشي اللي في الفول غيوقع لك مشكل الى اخره تيولي الطفل نفسيا يعاني لان الاطفال راه ما تيفهموش تتقولوا انت ممنوع عليك هذا الغذاء حيت يدير لك الحساسيه ولكن ملي تيشوف ان صحابو تياخذوا داك الغذاء وتنعرفوا بان هاد الاطفال كل ممنوع مرغوب اكيد فهنا خصنا ماشي عند الاطفال عند كل شيء فخصنا نفسروا لهم وتيخصنا نشرحوا لهم أكيد. لان بعض الاحيان نقدروا نمشيوا الابعد من هذا ان كاين بعض الاغذيه اللي تتكون تدير لاليرجي ولكن بواحد الكميه اللي هي مرتفعه نقدروا نعطيوها لهم بكميه قليله باش ما نحرموهمش الشهوه ديالهم واضح شكرا لك بزاف شكرا سي نبيله عياش على التوضيحات هذه غادي نرجع عاوتاني للدكتوره ليلى بشرى ولكن في موضوع اخر هذه المره بعيد عن الحساسيه موضوع الغيزوس عند السيده الحامل إذن عامل الريزوس هو نوع من البروتين تيكون على سطح الخلايا ديال الكرات الحمراء إذا كان هذا الغيزوس أو لا هذا البروتين موجود فاش نهضروا على غيزوس إيجابي إذا ما كانش موجود سنهضروا على غيزوس سلبي فاش تيكون المشكل إمتى تيكون المشكل بالنسبة للسيدة الحامل ألوغ كيكون المشكل بالنسبة للسيدة الحامل لما كتكون غيزوس نيجاتيف أي غيزوس سلبي غير للتذكير فالفصائل الدموية عندنا كاين A B AB و O وديما حدا هاد الحرف كيكون عندنا بلس ولا ناقص زائد ولا ناقص هذاك زائد ولا ناقص هو لو غيزوس اللي كتكلمي عليها سميره وكيف ما قلتي هو واحد العامل وواحد الجزيئه كتكون في السطح ديال الكريات الحمراء خصنا نعرفوا بان 85% ديال الناس عندهم هاد البروتين ولا هاد لو فاكتور زائد دونك 85% ديال الناس هما غيزوس زائد كتبقى واحد 15% ديال الناس اللي غيزوس ناقص علاش الوغ ماشي مشكل انهم يكونوا غيزوس ناقص المشكل فين كيكون لما السيده كتكون غيزوس ناقص وكيكون الزوج ديالها غيزوس زائد هنا شنو كيوقع في الحمل الاول ما كيوقع حتى مشكل ولكن في الحمل الثاني كيوقع واحد المشكل دونك انا غنبدا من الاول شنو تفضلي الوغ السيده لما كتحمل
والزوج ديالها كيكون غيزوس زائد، فكاين احتمال كبير ان الطفل يكون حتى هو غيزوس زائد. الو خصنا نعرفوا انه اثناء الحمل فالدم ديال الام وديال الجنين ديالها ما كيختلطوش، لان بيناتهم البلاسينتا او المشيمه، ولكن اثناء الولاده هذيك المشيمه لابد كتقطع باش داك الجنين يخرج من البطن ديال الام ديالو. دونك لما كتقطع المشيمه كيقدر يدوز شويه ديال الدم ديال الابن للام ديالو، داكوغ؟ ها هو الابن الي غيزوس زائد والام غيزوس نيجاتيف. دونك شنو كيوقع؟ الجهاز المناعي ديال الام فاش كيشوف دوك الكريات الحمراء وفوق منهم ديك لابروتيين كتبانوا ليه، كيبانوا ليه اجسام غريبه اعداء اعداء، دوك كيقوموا بتدمير هذوك الكريات الحمراء. والمناعة ديال الام شنو كدير؟ كتنتج واحد مضادات الاجسام ولا دي زانتيكور اللي كيبقاو في الذات ديال الام باش يحاربوا هاد لو فاكتور الى او دخل، لان بالنسبه للجسم ديالها بحال سيون باكتيري بحال فيروس. داكشي علاش تتوقع في الثانيه ما تتوقعش في الولاده الاولى، لان الولاده الاولى تتمر بسلام ولكن تيوجدوا الرسوم اللي تدخل عاوتاني هذاك الغيزوس مره اخرى. دونك في الولاده الثانيه شنو كيوقع؟ غادي تكملوا معايا. في الولاده الثانيه شنو كيوقع؟ نفس الشيء، هذيك المشيمه فهي ما كتخليش الدم ديال الام يتخلط مع الدم ديال الابن، دوك الكريات الحمراء ديال الابن ما كيدوزش للام، ولكن ولكن شنو كيوقع؟ دوك هاد المشيمه هي كما قلت كتحجز الكريات، ولكن هاد لي زانتيكور هما صغيورين بزاف كيقدروا يخترقوها. شنو كيوقع؟ لي زانتيكور اللي عند الام كيدوزوا للدم ديال الطفل، دونك كيمشيو كيدمروا ليه كاع الكريات الحمراء ديالو، وبالتالي كيصاب بواحد الفقر الدم اللي كيكون حاد كتسمى لانيمي ايموليتيك، وهذا الطفل كيقدر يتعرض كما قلت فقر الدم اللي يقدر يكون صعيب بزاف، ماده لابيليروبين كتطلع بزاف، الطفل كيجي بحال بوصفر كيجي هليكتير، وبعض المرات هذيك الماده كتقدر ترسب في الدماغ ديالو وتؤدي للمشاكل في الدماغ. دونك هنا كاين الحل، والحل هو بسيط جدا بسيط جدا لكن ماشي بديهي عند كل الناس، لان باقيين تيتصابوا سيدات تيفقدوا الاطفال ديالهم بهذا المشكل البسيط الحل ديالو ياك. فعلا اول حاجه هو ان السيده قبل ما تحمل خصها تعرف الفصيله الدمويه ديالها، هذا سي لو بيابا. لما كتلقى ان الفصيله الدمويه ديالها نيجاتيف فكيتم المراقبه ديال الحمل ديالها، ومباشره من مورا الولاده كنعطيو لها واحد الحقنه، هذه الحقنه فيها مضادات ديال هذاك لو غيزوس ولا لو فاكتور دي. دونك شنو كدير هذه الحقنه؟ كتقوم بتدمير جميع الكريات الحمراء ديال الطفل اللي دازوا عندها، كومسا المناعه ديالها ما كيبقاش ليها الوقت انها البرودوي حتى هي لي زانتيكور. دونك يسوفي اننا نديروا هاد الشوكه هاد الحقنه من مورا الولاده، وهاد الحقنه كدار من مورا اي ولاده، اي ولاده ولدات، وهذا الشيء ما كيتوقفش عند الولادات، لان بعض المرات شنو كيوقع؟ كتلقى السيده دارت اون فوسكوش ما حسبتهاش، بالنسبه لها راه باقي ما عمرها ولدات، ولكن في لا فوسكوش الا كان داك الجنين غيزوس بوزيتيف راه دازوا ليها الكريات الحمراء وراه وجدات لي زوتو اونتيك لي زونتيكا باش يحاربوا دوك الكريات الحمراء. اللي نقدر نقول هو اننا في المستشفيات ديال العموميه هذه الحقنه كتعطى مجان، هي راه غاليه تقريبا 700 درهم، ماشي في استطاعه الناس كلهم انه يديروها من مورا كل ولاده. اللي غاليه دكتوره ليلى بشرى هي هذه المعلومه اللي عطيتينا واللي غتنقد بزاف ديال هو اننا نعرفوا الفصيله ديالنا. اكيد مهمه هذه القضيه الفصيله. باش نختموا سؤال عكسي غادي نقول، اذا كانت الام غيزوس بوزيتيف والجنين غيزوس نيجاتيف ما كاينش مشكل. حتى مشكل. واضح. شكرا لك دكتوره ليلى بشرى. نمشيو اللحظه الفن الطبخ مع الشيف هادي. شيف هادي صباح النور. صباح الخير سميره، صباح الخير المشاهدين الكرام. اليوم واحد لاغوسيت شويه كالعاده تنفاجئوا بها المشاهدين دائما. هذه واحد لاكريم كاتالانا ربما كيديروها لي اسبانيول بزاف، وبحال اللي تشبه الكريم بغولي، انا غنديرها كاطو الطريقه ديالي بحال اللي غنديروا، غادي نطلعوا واحد السوفلي ولكن بطريقه بسيطه. شنو نستعملوا فيه الليمون؟ نستعملوا في طبيعه فيه الليمون اللي كنحتاجوا ليه واحد 450 مللتر ديال الحليب، واحد نص عشق صغير ديال الخل، واحد العشق ديال لافاني، واحد 100 غرام ديال الزبده، واحد 150 غرام ديال السكر، واحد الربعة البيضات الصفر ديال البيض، وربعة البيض اللي ضربناهم وجدتهم، وواحد 120 حتى 150 غرام ديال الدقيق. سهلة يعني ما محتاجش بزاف الحاج. واحد العاشق كبير ديال العصير ديال البرتقال ولو زيست ديالو. أول حاجة اللي خصنا نديرو تناخدو الحليب تنطيبوه بحال هكذا، واحد 450 ملل تنوجدوه تيطيب حتى تيطيب لينا مزيان، وعاد تنحيدوه باش تيبرد وتنخلو ابا. من بعد تنهز باش ما يطيبش لنا البيض. باش ما يطيبش تنهز البيض. تنزيد عليه السكر.
تنضربوا مزيان حتى تتجمع مزيان هذا الخليط هذا. من بعد تنزيد ليه السكر ديال لافاني حتى كيدوبل الفوليوم ديالو. من بعد تنزيد ليه السكر ديال لافاني تنخليه تيتهز مزيان. بغيت نسولك علاش الخل؟ الخل نورمالمون في الاخر غادي نديرو باش ديك السفوريه ديال البيض وداك الشيء ما تبقى لياش باش حتى ملي تنطيبو بارفو تنطيبو في الديور ديالنا تنشمو ريحه البيض. وحتى مثلا اللي بغى يطلع حد البيض ديال البيض يقدر يزيدو فيه، لكن ما ضربتوش خصني ضربتو عادي. ملي بارفو تنطيبو البيض يرجع لينا بحال اون اومليت، دونك ما بغيناش داك سميتو داك المذاق. دونك ها وجدت هذا، تنهز شي حاجه فاش غادي نخدم تنحط الخليط ديالي هنا. خصو هو نورمالمون يكون اكثر من هذا الشيء هذا، ولكن خصو الوقت واحد الخمسه حتى ل 10 دقائق. خاص يذوب الحجم ديالو، يذوب الحجم ديالو مزيان. يذوب الحجم ديالو مزيان هذا، لكن ما فيها باس حنا غادي نديرو باللي كاين حيت الناس المشاهدين غيكون عندهم الوقت. انا اللي خصها واحد الخمسه حتى ل 10 دقائق وهي تضرب مزيان. من بعد تنبقى نهز ديك الزبده تنكون ذوبناها تحت 100 غرام كنذوبها مزيان الطريقه هذه. غادي تحسوا غادي تشوفوا واحد الطريقه بحال اللي بدات كتهرس، غتبان لكم بحال هكا، ولكن نو غير سيروا معاها لان هذاك الشيء اللي بغينا حتى حنايا ماشي مشكل. نضربوها بحال هذا الشكل هذا. الا بغيتي تضربي سميره ندير العصير ديال الليمون ولو زيست ديالو او ميم طون. دونك تنهز لو زيست بحال الطريقه هذه صافي اختي سميرة. تنهز العصير بحال هكذا. من بعد تنهز العصير ديال الليمون بحال العصير بحال هكذا تتجمع ليه مزيان. ابغي تنزيد فيه واحد نص عشق ديال الخل وتيبقى ليا الدقيق. تعال ندير لك عليه الدقيق شوية بشوية. ديري بالعشق حسن. زعما اختي سميرة زعما 120 غرام راه ديجا وصلت صافي. من بعد تنجمعها هكذا تنهز الحليب اللي كنكونوا ديجا وجدناه تنبقى ندير شويه بشويه حتى كيجي جاري هذا الشيء هذا. حتى كيجينا جاري كنبقى نجمعو بشويه. عصير ريحه الليمون عاتيه مزيان مزيان كاع. وحتى البيض الا شتي ما تتشميش ديك الريحه ديال كاينه ريحه السفوريه ديال السفوريه تماما. الطريقه هذه حتى كنجمعها كامله. طريقه سهله، غير خص الحليب يكون سخون والبيض الصفر ديال البيض نضربوه مزيان. وحتى الا ما بغاش يطلع لكم هزوا واحد العشق ديال الماء ديروها فيه وتدربوا كيعطيكم داك لو فوليوم اكزاكت. هو خصو الوقت حتى كنجمع الخليط بحال هكذا. ابغي كيبقى ليا كنهز واحد العود واحد العشق ديال العود بحال هذا تنهز ثلث بثلث تبقى نضربو هنا شويه بشويه حتى كيتجانس هذا الابيض ديال البيض مع الصفر. يعني حنا بحال تنديرو ان سوفلي ما يمكنليناش غادي نخلطوه ديراكتومون، الا خلطناه ديراكتومون ما غاديش تطلع لينا الكيكه. هي طريقه سهله خصنا نتبعوها بالتفاصيل. نزيد واحد التولوت اخر طريقه بحال هكذا
هو اللي سيعطي هذاك هذا الاكسجين كيبقى وكتطلع هي ملي تنطيبوها راه لابد تنزل واحد جوج ديال السنتيم باش كتجي نازله مزيان. من بعد تيبقى لينا الاخر تنهزوه كامل تنزيدوه هنايا ونجمعوها كنشمعوها بهذه الطريقه لان هي خصها الوقت باش لو سكر ديالها ما نهرسوش البيض البيض ما نهرسوش لو سكر ديالها هو البيض ديال البيض باش غادي يعطينا واحد لوموجين زوينه وشعر الحجم ديالها كيفاش ولا وحتى الصفر ديال البيض حنا ما ضربناش بزاف ولا نورمالمون خصو يضرب مزيان باش يعطي ذاك سميتو. حنا موالفين تناكلوا هاد لي كاتالان نورمالمون لي كاتالان تيديروا فوقها السكر لي اسبانيول وتجي جاريه شي شويه اولا كنديروا كريم برولي تنديروا السكر هو نفس سميتو غير بالكاستر. نورمالمون حنا غادي نديروها بطريقه يعني مختلفه بزاف طريقه الشيف هادي طريقه الشيف هادي هكذا حتى تنجمعوه ابغي تنهزوا المول ديالنا اما تنديروا كاف بحال هكذا اولا تندهنوه غير هنايا ملي تديروا المول غادي تطيبوها تخرجوها من الفرن 15 دقيقة تفتحوها عاد تفتحوها سينو غادي تلصق لكم ما كاينش اللي يحيدها دونك تنهزوا بحال هكذا شوفوا سمير تنهزوا بحال الطريقة هذه واضح وتندخلوها للفران واحد مده 35 دقيقه الفران خصو يكون 160 درجه وغادي نوريكم النتيجه النهائيه. حنا وجدناها انا درت جوج واحده صغيره كانت شايطه اللي جمعتها درتها ودرنا شويه ديال البيض اللي كان شاط ليا درت به بحال موغانك وهذا موغانك طيبناه كنقدموه بالصحه والراحه. شكرا وريحه الليمون عاتيه في البلاطو يا ريتكم كنتو تقدروا تشموها لكن قدروا توجدوا هذه الحلوه هذه في البيوت ديالكم تردوا لنا الاخبار على صفحتنا في الفيسبوك ولا على رقم ديال الصباحيه الدوزامنه ولا على ويلكم دائما في الاستماع. بقوا معنا مشاو لحظه نتعرفوا على المصممه اللي جايين خصيصا صباحيه الدوزام من مدينه اكادير خليكم معنا. معك ليلى حديوي غادي نديروا شويه ديال لا مركزيه وغادي ما نبقاوش يعني مركزين على المحور ديال الدار البيضاء والرباط غادي نمشيو شي شويه لمدينه اكادير اللي تتزخر بطاقات وابداعات وسيدات نفتخروا بهم كذلك لما تقدم لنا مصممات ازياء جاتنا من اكادير. طبعا بالضبط سميره كيف قلتي صباح الخير عليكم مشاهدينا مره اخرى معنا مصممه ازياء جاتنا من مدينه اكادير صباح الخير لالا زهراء ازمير كي دايره لالا لاباس عليك مرحبا بك صباحيه الدوزام بارك الله واخا فيك شي شويه الخلعه ماشي مشكل حنا حنا في العائله هنا يعني شاف التجربه ديالها وشاف الخلعه ديالها راه متناقضين هذا الشيء تبارك الله التجربه كبيره. اذا غنتكلموا على لالا زهراء ازمير يعني انت مصممه من منذ سنين في هذا الميدان حبستي كيف قلتي بان حبستي على ود الوليدات ديالك حتى كبرتي تكبر الاولاد عاد باش حليت فوالا ومن بعد هذه دابا 6 سنين باش بديتي فريمون بقيتيك في هذا الميدان هذا. اذا غنشوفوا العرض الازياء اللي صراحة علينا وفي نفس الوقت تكلمي لنا على كيفاش كيجيك يعني شنو اللمسه ديالك كيفاش كيجيك الالهام شنو الاجواء في اكادير كذلك شنو الموضه في اكادير واش تتبعوا كل شيء هادشي كامل غادي نعرفوه معك لالا زهراء. اذا غادي نتكلموا على هاد اللبسه هادي كيفاش باش مصوبه كيفاش هي عباره عن كسوه كنظن هاد اللبسه هادي باش مصوبه هاد اللبسه هادي هادي بكريب دو سوا بالكالون ومن القطب الاحزار تخيلتها بحال شي كسوة رومية روب بلدية. واش عندكم الطلب في اكادير بهذا الشكل هذا ولا ما سي كاين الناس اللي عندهم كيبغيو الاكثرية ديال الشباب ولا كاين بزاف عندي الشباب انت عندك لاتوش عندها مودرن شي شوية كيما شفنا نسكم القصة بحال كسوة نظن بأن حساب بنتها كتعاونك الشابعة الصباح كتعاونها شوفوا فين كاين الدار اي جولي بهذيك الكميمات سي لا موسلين ياك لا موسلين باش تعطي داك الكوتي لبسه مغربيه بحال مقلوبه سي با مال اول مره نشوفها فيها الهديبات من القدام. اذا كيفاش تفكري فاش كتبغي تصوبي شي لبسه مثلا واش كتخيليها قبل على حسب كنتخيلها عاد باش كندير لا كوب تشوف الثوب اللي غادي يلمها اللي غادي يجي لي اللون اللي غادي هلوينه اكادير ها هما الوغ غادي نشوفوا هذا جوج ديال من جوج قطع هذه الكريب دو سوا كلها مطرز باللون تسقلي ومصيبه بالاحزار وديك الطرزه اللي فيها درتيها مصوبه باليد كنظن ولا معلم لا معلم لا انا اللي طرزتها باليد تبارك الله عليك لالا تبارك الله عليك لالا تتسوقي الافكار ديالك من الطبيعه من الطبيعه بزاف من التقاليد الامازيغيه من منين؟ من ناخذ كل شيء شويه واحد شويه من هنا من هنا انت بنت اكادير نت؟
وكل من اكادير ياك. تحيه للناس الاكادير والمنطقه كلها ديال سوس، المشاهدين ديال صباحيه دوزيام في المكان. وطبعا اذا غادي نشوفوا عاوتاني واحد الشكل اخر، يعني الفولو، يعني الفولو كي تنقول دائما صباحيه دوزيام كي ما كي ان دي موداج، ما كيديموداش، كيبقى دائما على الموضه. استعملتي حتى واحد الرشمه بواحد الخدمه يعني فيها واحد شويه الامازيغ فيها لا في بيم بحال هذاك، وفي دخلت الطرز والخدمه المعلم جات هذوك اللي في بيم بحال اللي معلقين، بحال اللي معلقين جات غزاله تبارك الله عليك. هذيك اللي تحت منه شنو هو تحت من الفلو؟ هذيك ساتان دو سوا. ساتان دو سوا، دونك اختاريتي هذاك اللون باش يخرج اللون، باش يخرج لي اللون البني. بانت لالا زهراء ازمير تتمثل السيدة ديال السوس في كل الاشياء، يعني في الابداعات ديالها، لكن حتى الشخصيه ديالها حشوميه ياك. هي قبيله قالت لي عرفتي انا قالت لي ما تنبغيش ندوي بزاف في التلفازه. العمل ديالك تكلم عليك لالا زهراء، وتشرفنا بالحضور ديالك وبالمعرفه ديالك. طبعا الناس ديال اكادير، طبعا فوالا الناس ديال اكادير غادي يكونوا كيسلموا عليك بزاف من هذا المنبر، يكونوا فرحانين ويقلبوا عليك في اكادير كنظن بان ان شاء الله. هذه تاهي بلون اخر، يعني اللون الاسود والموف كنظن. تيل متروز. تيل متروز، تيل متروز ومنبت بالاحجار. وكتبقي دائما في الكوتي سواغي كوتي ديال لي غوب اكسيتيرا. غنرجعوا شي شويه على الزمان والوراء، وغادي نتكلموا على كيفاش بديتي في هذا الميدان لالا زهراء. هو القفطان المغربي ديما كيبقى قفطان مغربي، غير كتزيد فيه شي تحسينات. كيفاش تعلمتي هاد المهنه هذه؟ انا تزوجت صغيره وراجلي جاب لي السيده اللي علمتني في الدار. يا سلام شوفها لالا، شوفها لالا السيده. ومن هذا المنبر كنشكرها بزاف. واحد دوك انت كتفصلي تتخيطي؟ انا كنفصل كنخيط كنطرز كنبت. ما شاء الله عليك، دوك كلشي في 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 علامه الصباغه. لا دابا المصممين اللي تيديروا كلشي بيديهم فريمون، دونك تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. هذه اللبسه هي انا كنظن بانك لالا زهراء تديري هذا الميدان بالحب اكثر من يعني على هوايه. هوايه وحب وولع ياك كنظن. دونك غادي نشوفوا هذا اللون الازرق هذا، هذاك واش قالوا ولا الطرز اللي دايره؟ لا هذيك الخدمه ديال المعلم في الساتان دو سوا. تبارك الله عليك. ودرتي مزيج ديال جوج الالوان زوينين هذوك الوان. يعني القميص التحتاني ما كيشبهش القميص اللي على انا تنشوف انا هنا تنشوف الشميشه والبحر ديال اكادير. اكادير البحر ديال اكادير في هذوك الرمله في الوسط. لا هذيك الشميشه سترتي سترتي حتى الرمله. شكرا اللي جبتي لنا الريح ديال اكادير للبلاطو صباحيات دوزيام، وشكرا لحضورك وتلبيه الدعوه ديال البرنامج. هذه جات لبسه سامبل وخفيفه، يعني ما فيهاش بزاف ديال الخدمه، وفي نفس الوقت كتبقى ديما كنخدم سامبل. يا فاميلي كنخدم السامبل باش يعطي نعطي ليه واحد الحاجه اللي بغيت انا. ويا با بلو دور كو لو سامبل اكزاكتومون. ونختموا العرض ديالك لالا زهراء ازمير بهذه اللبسه هذه اللي هي كي تنقول عاوتاني بحال اون غوب، اون غوب دو سواغي. لي جون في غيحماقوا عليه بحال هاد. سي تري جولي، جات بحال كلها بتول من التحت، اون جوب تول الفولور من الفوق ومضمر قيوقه، يعني كاينه اللمسه مغربيه اكيد. وهذاك سي الفلور من الفوق. الفلور من الفوق. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، يعني اشكال جديده شفنا. كل مره معك ليلى حديوي تنتفاجئوا ب يعني القفطان المغربي شفنا. شوف منورنا كيف عاملها تتحمق. تبارك الله تنعرفوا القفطان المغربي، شفنا تصاميم كثيره، وفي نفس الوقت يعني كل مره تنتفاجئوا بتصاميم جديده، وهذا شيء تنحيوا به المصممين المغاربه اللي تيبرهنوا على الابتكار والابداع ديالهم فين ما كانوا. من طنجه للقويره المثال اليوم كان مع اكادير. وغيسمحوا لي المشاهدين والمشاهدات اللي كيتسناوني ندوز بهذه اللبسه ما قاداش حيت رجلي صدرني ماشي مشكل. عذرينك وغزال هذه اللبسه حتى تحمق. تكلمي لنا عليها لالا زهراء ازمير. كلها هذيك اللي دغا دو سوا بالقالو منبت بالاحجار. دائما لاسنت خيملات، دائما لا سامبليسيتي. تبارك الله عليك لالا زهراء. تبارك الله. تنحيو الناس ديال اكادير اللي كيشاهدونا هذا الصباح، ونشكرك على هذا العرض الشيق اللي قدمتي لنا هذا الصباح هذا. وشكرا لتحامل عناء السفر من اكادير لمدينه الدار البيضاء. شكرا لك لالا زهراء، تشرفنا بالمعرفه ديالك. بقاو معنا مشاهدينا اللحظه، غادي نمشيو مع ليليا مولين هذه المره لفقره سؤال جمال.
ليليا موليني ما تعطينا اقتراح ديال المكياج ياك فوالا المكياج اللي هو سامبل وشيك في نفس الوقت دونك حنا كنشوفوا سكينه ما عندها حتى حاجه دونك غادي نديروا له مكياج كومبلي على حقوق الطريقه فوالا بطريقه سهله باش غادي نوريكم اي سيده تقدر تصوبوا فوالا لاي سيده اللي تقدر تصوبوا انا غادي نخصكم جوج الالوان سي فقط ديال فارا بوبيير واحد يكون كلير وواحد شويه دائما في لو ميم طون بحال دابا كان غوز كلير فوالا بحال اللي دايره انا درتو بيج يمكن لكم تمشيو فيغ لو بيج اي لو توب غير ما نديروش الواحد يدير من الابيض للاسود ولا بحال دابا قريبه تكون قريبه باش ما تجيش باش ما تحتاجوش ديروا لو ديغرادي واضح دونك نخليك انت تصوبي لنا المكياج باش نتبع معاك من ياك يلا الوغ هنا غادي ناخذ بيان سور لو تان لو فون دو تان ديالنا دونك دائما لو تان كنمشيو على اللون اللي كيكون قريب من البشره ديالنا ما نبعدوش بزاف وحنايا بحال اللي كنعرفوا حنا عندنا لو تان ديالنا الطبيعي كيكون بيج دوري كنفضل هذه الطريقه اللي انا كنخدم بها وكيخدموا بها حتى لي بروفيسيونيل كنصحوا بها السيدات دائما ديروا لو فون دو تان ديالكم بحال هكا على الظهر ديال اليد ديالكم باش كنبقاو كتجي سهله فاش كنجيو نستعملو وما كنبقاوش نكبو لو تيوب ديالنا ديال الفون دو تان كيكون اقتصادي باش ماشي من بعد عاد كيبقى لينا فوق اليد ديالنا وخصنا كنضيعو في هذاك لو فون دو تان اللي كيكون بقى لينا زايد دونك فين ما كتحتاجو راه كتزيدو بالنسبه للفون دو تان دائما نديروه على الشوارب باش فاش كنجيو نحطو ان روج ا ليف كيجي بان لينا لو روج ا ليف اي كنهبطوه شي شويه على العنق غير بحال هكا دونك فاش كتاخذوا اللون ديال الفون دو تان اللي كيكون قريب من البشره ديالكم ما كتحتاجوش ديروا العنق كله كتحبسوا غير هنا كيبان ديجا الفرق من بعد كندوزوا لي سورسيل كتخليو ما ديروش لا بودر ديالكم كومباكت خليوها حتى من بعد كنبداو بعدا كنحيدوا علينا لي باز لي باز سيتادير كن نديرو بعدا لي سورسيل ديالنا باش كيبدا يبان لينا العين اشنو غادي نديرو فيها دونك نتراس بحال هكا الوغ فايتنا وريناكم كيفاش يمكنكم ديرو لا فورم ديال لي سورسيل حنا الوقت ما غاديش يسمح لينا باش نتراس لي سورسيل بحال اللي خصهم يكونوا بيان تراسي بحال اللي كنا وريناكم لي فارا بوبيير و انا غنوريكم دابا رابيدمون غير باش تكون اون فورم وباش يبان لكم الفرق الوغ من بعد غادي نديرو لونتي سيرم ديالنا الوغ لونتيسير دائما فاش تجيو ديروه تحت العينين ما تجبدوش من تحت باش كتخليو لا ماتيغ كتبقى لكم باش كتغطي لكم كتبقى مغطيه لكم لي سيرم ديالكم غادي ديرو لونتيسير حتى على لا بوبيير الفوقانيه باش يقدر نفيكسيو مزيان غادي ناخدو دابا لا بودر ديالنا نحطوها هكا بان غرو بانسو باش كتجينا حيت دابا حنا قلنا مكياج خصو يكون مكياج سامبل يمكن لكم ديروه الا كنتو غير معروضين ولا غير عندكم غدا ولا حتى عشاء من بعد في الاخر غادي ناخذوا اون بودر اللي غادي تكون شويه مغلوقه غادي نديروها هنا على الجناب باش ما نديروش ان كونتورينغ اللي هو غادي يكون كونتورينغ بروفيسيونيل اللي فايتنا تكلمنا عليه هنا غادي نديرو غير
باش كنعطيو هذاك لو طان ديالنا شي شويه ديال الحيويه. الوغ بالنسبه لي فارا بوبيير غادي ناخذو دائما فارا بوبيير اللي غادي يكون بحال هكا ان روز اي غناخذو معاه بحال ان روز كلير. دونك غادي نمشيو هنايا هذا هو المغلوق غناخذو دائما اون كولور في نفس اللون. غنديروه دائما على لو كرو كتاخذوا لو بانسو كديروه على هاد لا فونتيير ما بين بوبيير موبيل والفيكس. من بعد غادي ناخذوا لو كلير دونك لو كلير ديال هذاك لو روز نكلو يكون هذا. غادي نديرو دائما اون باز من التحت اللي باش غادي تشد حيت لو كلير باش يقبط ويبقى قابط النهار كامل ويبان. اما غادي تحطوا اون باز بحال هذه اللي كنا فايتنا صوبناها معكم. اما يمكن لكم تاخذوا غير هذاك لونتيسيرن ديالكم وديروه هو الاول لا باز عاد تحطوا عليه لو فار باش يبقى باين اكثر ما يجيش مغموق. فغادي ناخذوا لو فار ا بوبيير كلير اللي تابع لهذاك اللون وغادي نديروه من هنا من التحت من فوق هادي اللي كتحرك الجفنه متحركه ونديرو لي بحال هكا. يمكنكم تاخذوا لو ميم غوز دائما دائما تابع غير هو غادي يكون غوز اللي مفتوح عليه وغادي نحطوه بحال هكا في القنت الداخلي ديال العين. في الاخر غادي تاخذوا ان ايلاينر الا ما عندكمش ولا ما مولفينش تخدموا بلو ايلاينر بالبانسو يمكن لكم تستعملوا حتى ان كريون. غادي ناخذو القلم اسود غنكحلو بيه غادي تاخذو دائما هذاك لو فار اللي خدمنا به في الاول غادي نديروه بحال هكا من تحت باش كيكون ان رابيل ومعه هو ماشي مغلوق بزاف فيمكن لينا نلعبو به بحال هكا كنا نجبدو به العين ديالنا. ناخذو لو ماسكارا بالنسبه للفراجو الوغ دائما هنايا لو كرو غادي نديروه اون كولور شويه برونزونت وغادي نديرو لو روزي في القدام. ايوا غادي نكمل لكم العين الاخرى جرونا لا بوينت الا كانت عندكم بحال هاد بحال هنايا اللي درت كاين هاد ليغور اللي كتشوفوه هنايا ديال لا بوينت غادي تاخذوا لو كوتون تيج ديروا فيه شويه ديال لو كوريكتور وتجروا به بحال هكا باش كتجيكم لا فينيسيون
ديال لو ماكياج ديالكم. دونك انا الوقت ما غاديش يسمح لي باش غادي نقدم لكم العين الثانيه، العين الثانيه غادي نكملوها في الكوليس. تبارك الله عليك ليليا، تبعنا معك كاع المراحل ديال هذا المكياج اللي النتيجه ديالو فعلا مدهشه، تبارك الله عليك. بقاو معنا مشاهدينا لحظه، غادي نمشيو ونواصلوا فقرات صباحيه دوزام لهذا اليوم مع هدى جنان والفكره ديالها اليوم. هدى جنان صباح النور. صباح النور سميرة، صباح الخير لكم جميع. اليوم نشوفوا كيفاش غادي يمكننا نوجدوا واحد لي شال اللي هما جميلين ولكن طريقه اللي هي سهله وكما مشخصه. فهنا غادي نحتاجوا لواحد المتر ونص حتى 2 متر ديال الفلوغ اللي غادي نديروه على واحد 50 سنتيم، يعني واحد كل متر نطويوه على جوج. دونك هذا هو الثوب اللي غادي نحتاجو. دونك هذا الثوب هذا باش غادي يمكننا نصايبو، كنعرفوا بان راس العام هو ده قرب يجي وكنبغيو شي مرات نخرجوا لي زيتول اللي كنديرو فوق كتافنا، مع دابا كاين البرد، شي شويه ديال البرد، شي حاجه كما قلنا اللي مشخصه. دونك هذا الفلوغ هذا غادي نحطوه، غادي نخدمو بهم من بعد، غادي نوريوهم. دونك هذا الفلوغ هذا باش غادي نخدموه، كنعرفوا بان الطرز ديال الفاسي هو الطرز اللي هو جميل، ولكن كذلك خص الواحد يعرف كيفاش يدخلوا يودفوا. ايه هنايا غادي ناخذوا غير الثوب ديال التلامط اللي كما شفتوا هنايا الكحل السوغ ديال الباج، غادي نخدموه هنايا مع كما قلنا الفلوغ اللي هو نوار. وهنا كما كتشوفوا عندنا لي موتيف متعددين، فهاد لي موتيف هادو كبار بزاف باش غادي نخدموهم بحال هكا. يمكننا ناخذوا لي دي لوزونج ولا لي كاري ديالهم نخدموهم بحال لوزونج، ناخذوا هاد لي بوند هادو بوحديهم نخدموا بهم، اولا نخدموهم على هاد الطول بحال هكا، ناخذوا كاع لي بوند كاملين ونخدموه على هاد الشكل هذا. نوريكم باش تعرفوا كيفاش يمكن لكم توظفوه، والا غادي يجي ثقيل بزاف على يعني انت بغيتي ديري غير اون توش ديال يمكننا نخدموه على هذا الشكل هذا، يعني هاد لي بوند اللي غيكون فيهم شويه ديال لوزونج وشويه ديال هاد الوريدات اللي طوالين. اولا كما غادي نوريكم هنايا، هنا قطعنا طريفات اللي غادي تشوفوا كيفاش غادي يمكننا نستعملوهم. طبيعة الحال ما نساوش بان هذا الفلوغ بلا ما تقطعوه من الفوق تخيطوه غير من التحت مقلوب، تخيط مقلوب طبعا، طبيعة الحال مقلوب، وغادي تقلبوه وتخيطوا له الجنيبات. دونك هنا غنوريكم انا الطريقه باش غادي نبغي نخدم هذا الفلوغ هذا. دونك هنايا كما شفتوا خدينا واحد الكاري اللي غادي نخدمو حنايا بحال لوزونج، غادي ناخذ الطريفات الاخرين نص ديال اللوزونج، وغادي ناخذ معاه كذلك واحد طريف اخر اللي هو من الجهه الاخرى، غادي نحطو بطبيعه الحال هادشي كله غادي يتخيط واحد الخياطه اللي هي دي رقيقه. بالنسبه للناس الا صعبت عليكم الخياطه ديروا واحد لاباس مونتري ديال الفلوغ خيطوها من الفوق عليهم باش ما يكونش عندكم مشكل ديال اي خص ضروري يجي هادشي محدق مزيان. وهنايا غادي ناخذوا لابوند اللي شتوها طويله غادي نحطوها على هاد الشكل هذا حتى هي تجي مخيطه، ومن التحت غادي نديروا له اون بوتيت بوند. دونك هذا بغينا نخدمو على هذا الشكل هذا، ما هو رومي بلدي مخزاني كما بغيتو، او العين فهو مغربي كيجي المنظر ديالو جميل. الثوب هذا ما غاليش نهائيا ديال طرز الغرزه. بالنسبه للناس اللي عندهم طرز ديال الغرزه قديم وما بقاوش كيوظفوه في الخدا ديال الكبارين ولا كيمكننا نقطعوه، غير ملي كنجيو نقطعوه كنعرفوا كيفاش كيتخيط بحال اون زيكزاك، وعاد كنقطعوه باش ما كيمشي لناش داك سميتو داك باش ما يتسربش لينا، ما يتسللناش، وبالتالي كيمكننا نخدموا به. غنوريكم الطريقه النتيجه النهائيه ديالو ونعطيكم واحد الافكار اخرى على شنو يمكننا نديرو. دونك هنايا كيما غادي تشوفوا دونك لي طول ها هي دي جات، غادي نوريكم انت درتي غير الجنيبات جات حلوه، درنا غير الجناب كيمكن لكم تخدموها على هذا الشكل هذا، تيكون الواحد خارج يرميها على يرميها، يا اما تلبسها مع التكشيطه او لا مع اللباس بحال هكذا او لا مع اون غوبسواري كيجي المنظر ديالو رائع. الو شنو غيمكننا كذلك، عجبتني نخليها صحتك. شنو غيمكننا كذلك نخدمو هادو لي زيتول اللي تيكونوا مصايبين بحال دابا بالكشمير رقيق او لا واحد الثوب اللي هو جميل، كيمكننا نخدموه كما كتشوفي هنايا بلا دونتيل كله كيتخدم في الوسط هنايا
بلا دونتيل وغادي يتخيط الخياطه كتمشي على 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 الشكل ديال لا دونتيل كيجي المنظر ديالو جميل. يمكن لك ديري فوق منك سميره الا بغيتي. الحمد لله ورحمه والديك. يمكننا نحطو غير على هذا اسمح لي ديرو غير على هذا الشكل هذا فاللبسه كتبدل كما شفتوها درناها في الوسط كيمكن لي كذلك كتبان لا ترونسبارونس كتبان لا ترونسبارونس كتجي مزيانه. كيمكننا كذلك نخدموه على هذا الشكل هذا في الجنيبات وهنا كتعرفوا بان لا دونتيل كتجي محدقه بوحديها في الجناب يعني في التحت فكيجي المنظر ديالها حتى هو جميل بزاف الا بغيتوا تخدموها على شكل ديال لا دونتيل. عندي كذلك واحد الاقتراح اخر كنعرفوا بان لو دان كيتقام غالي لي زيتول ديالهم. هنايا شنو درت خديت لو دان اللي كيمكنك تشريه الا شريتيه هكا بغيت كيتقام عليك رخيص وهاد لي موتيف هادو كاينين الناس دابا راه كاينين في المحلات ديال ضرب عمر ولا هذا كيديروا لك هاد التقيب هذا عندهم لي ماشين باش كيتقبوا بالتالي كتجي لي طول على هاد الشكل هذا. هذه هذه لقيناها مشري هكا كيتقاموا غاليين بزاف بلاك الفلوس بينما يمكننا نصايبوهم راسنا كيجي المنظر ديالهم جميل بزاف ويعني انا سي سي دودا فري دان تيجي مزيان. هاد لي موتيف هادو يمكن لكم هادي باقي قطعتيها وباقي وحده فيها اكزاكتومون كي يمكن لكم ديروا هاد لي موتيف كذلك على هذا الكبير كيعطي المنظر ديالو حتى هو جميل بزاف. وهذه كل اشياء كما درتوها على على لي زيتول كيمكن لكم تاخذوا دي فيس كيمكن لكم اي حاجه اللي فيها اما الداء او لو فلوغ تخدموه بحال هذا الشكل هذا الداء او الكبير تخدموه على الشكل هذا كيجي المنظر ديالهم جميل بزاف. كما قلت لكم دائما الافكار سهله راقيه و نبقى لكم الابداع والثمن ما يكونش غالي فهذا مهم بزاف بالنسبه للسيده المغربيه وعلى الصحه والراحه. يعطيك الصحه هدى شكرا لك بزاف على الفكره ديال اليوم. نمشيو للحظه نختموا حلقه اليوم صباحيه دوزان مع ضيف مميز سي سعيد مسكير معنا في فقره نجوم ونجوم وليلى شوي. سي سعيد مسكير تيهضر قبل من الجينجل لاحظتوها يعني الشغب بادي قبل من الفقره ديال النجوم ونجوم كالعاده مولفنا جاي للدار عاد اليوم ما بغيتينيش نغوت. اسيدي مرحبا بك شرفتينا اليوم فطريني بكسكسو ما نغوتش خاصني نغوت بلا ما تفضح بلا ما تفضح سي سعيد ليلى هذاك الشيء دار كبيره الله يجازيك دار كبيره وكنجي هنا كنكون فرحان والله العظيم حتى حنا سيدي كنكونوا فرحانين بالوجود ديالك معنا كنا كنتسناو متى غادي تجي عندنا سي سعيد الله وعيطوا كنا فاش غادي تاخذ الوسام ما غاديش تبقى تعقل علينا ولا شي حاجه. الله يهدي الله يهدي الله يهدي الله بارك الله فيك بارك الله فيك والعقوبه لكم انت كاملين وكانت واحد التشريف ليا من جلالة الملك وتكليف بيان سير هذاك الشيء علاش جايين عاوتاني باش نقول لكم اشنو جاي واشنو كاين واشنو واقع واشنو كنديروا عاوتاني لان هذه المساله هذه مهمه بزاف دائما البيبليك كيسولك على الجديد وبهذا التشريف اللي عطاني سيدنا دونك راني فرحان بزاف. كيشجعك اكثر على انك يعني هذا التكريم هذا كيشجعك اكثر انك تجتهد اكثر في العمل ديالك وتعطي اكثر ما عندك ياك السيد. كنتي غادي ب 160 كتولي غادي ب 360 اللي عندك ادقى دقى سمعتي 360 انا غنيت لكم دقى دقى باش تشوفوا دقى دقى تماما. كنهنئك عاوتاني على حاجه اخرى زوينه بزاف هي الاغنيه الجميله اللي كدعى الحبيبه امي اللي كش ما نقول لك يعني فين ما كنسمعوها كنتفكروك واغنيه ناجحه بزاف. ما كتبكيش؟ لا 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 نقول لكم واحد الحاجه على هذه الحبيبه امي. جا عندي واحد الراجل قال لي مرتي جات المراه جات لعندي قالت لي للدار قالت لي خويا راه راجلي مانعني باش نتفرج في الحبيبه امي الله يخليك هضر معاه وداك الشيء. قلت راه شي حاجه واقعه ولا مشيت لعنده الله يخليك شنو قال لي لا راه كل صباح كتفيق عيني من ولا لا عليك ولا اثنين لا هاد واحد المواضيع كنطرقوا ليهم لان باش تحسيسيه باش كما كنشوفوا دابا الناس ولاو كيمشيو لدار العجزه ولاو كيشوفوا الامهات ولاو كيديو الكفاف ولاو كيعاونوا المحسنين زعما حلينا واحد الباب اللي كان مغلق وحليناه والحمد لله عطى الثمار ديالو هذا هو المهم. هضره عليك حدر عينيك هضره عليك تبارك الله هدى معروف على انها في المجال الجمعوي تتمشي دائما دار المسلمين تعتني من الناس الكبار محتاجين شي حاجه دابا دابا هدى نداء لا كنديرها بلا هاد الحبيبه امي وداك الشيء النداء زعما كنديروا كنمشيو للسبيطارات كنمشيو لدار عجزه كنا كنفطروا معاهم في رمضان. تتمني لي جايه مرحبا عيطي لي هذا راه ماشي هذا راه واجب واجب خاص يقوم به الحنان من تجاه الناس هذو. سي سعيد فين فكرتي النهار الاول فاش غنيتي هذه الاغنيه هذه الحبيبه امي؟
الحبيبه امي الوالده الحمد لله عندي واحد المساله انا واحد السيد جا عندي قال لي انت راه امك كترضي عليك دابا راه ولاو المغاربه كاملين كيرضيو عليك وهذا الرباح الكلمات ديال الاخ العزيز احمد بو عروه زعما ملي جلسنا انا وحمد بو عروه وعطاني كيفاش نغنيها وكتبها وداك الشيء ديجا كنا بالكين راه صافي شي 8 شهور بحال هكاك وحنا خدامين فيهم ملي نقراها عليا كان باقي كنتذكر في القهوه كان كيجبد لي الكلام وداك الشيء زعما انا ديجا بلا ما نغنيها تاثرت تاثرت والله العظيم جميع الناس اللي خدموا في هذه الحبيبه امي شكرا لهم كجميلة بورجي وجميع الممثلين احمد بو عروه كذلك اللي تحت زعما تحيه طبعا القناه الثانيه اللي هو بيان سير على الفكره اولا وعلى هذه الجلسه سعيد مسكر ان الحبيبه امي حققت واحد نسبه مشاهده كبيره على القناه الثانيه دوزان واش الاغنيه نجحت بهذا البرنامج ولا كان ممكن ان الاغنيه تنجح بلا هذا يعني بلا ما نبقاو نسمعوها كل اسبوع وما نكذبش عليك ما قدرتش شي واحد الحاجه انا كان امن بواحد المساله شي كيعاونش زوينه هذه غادي نديرها روفران كيعاون بحال القاضي لا لا شي كيعاون شي انا دابا الفضل كذلك احمد بو عروه دوزام عاوناتنا لانكم ما كانش دوزام ما غاديش نوصلوا هذه المساله للجمهور وداك الشيء حتى دوزام عاوناتنا طبعا هذا هو دور الاعلام والتحسيس يعني المواضيع الاجتماعيه محضه وتفكرنا في العادات والتقاليد المغربيه اللي ما كناش نحتاجوا فيها ان الحبيبه امي تمشي دار العجزه ولا تخلاو عليها للاسف للاسف كاين هذه المساله وتطرقنا لها للاسف ولكن هذا درنا باش نكونوا باش نعطيو هذه الموعظه باش الناس كيشوفوا لان كيتاثروا بزاف باش بنادم ما يبقاش يدير هذه المساله حنا الحمد لله مسلمين هذه ما عندناش هذه المساله باش ندي الام ديالك نديها لدار العجزه حنا ما كنامنوش بهذه المساله امك كتبقى معاك حتى تكبر وكتكبر معاها وكذلك الوالدين وداك الشيء دونك درنا هذه المساله ونجحات الحمد لله الحمد لله اذا كنطلب المشاهدين بلا ما يبكيو بلا ما يتاثروا حنا بغينا ندخلوا الفرحه لقلوبكم غادي نشاهدوا مقتطفات من الحبيبه امي مع السي سعيد مسكر ونرجع لكم للحوار ديالنا معاه مرحبا الحبيبه امي ويا لميبه يا اغلى ما عندي ويا حبيبه امي ويا نميمه يا اغلى ما عندي ويا الحنينه توحشتك داويني برضاك طميني وسترني بغطاك لا 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 كنت بغايا يا نميمه حبيبه امي أغلى ما عندي ويا الحنينة ما شاء الله عليك سي سعيد مسكير منورنا اليوم بحضور ديالك لا ماشي غير الحضور ديالو يعني بيكم لا الصداع ديال تماما الصداع ديالي ما بغيناش الشغف كنظن بان هذه متعه هذه الاغنيه هي حزينه ولكن كيطلبوها منك جمهور كثير خارج الوطن علاش؟ بزاف كنت في حفل خارج المغرب نعم. مؤخرا اه وطلبوها لي زعما اغنيه اللي كيطلبوها لي في فرنسا وكذلك كنت في الحفل في السماره مؤخرا غنيت في مخيمات ديال الكويز مخيمات ديال السماره نعم في مخيمات ديال الصحراء الحمد لله واحد النجاح هائل وكيطلبوا لي هذه الاغنيه ديال الحبيبه امي وشاك فوا كنغنيها والا تجاوب زعما اغنيه نجحات راسها براسها كما كنقول دونك عجبني الحال ملي الصحراء وكيغنيو هذه الاغنيه ديال الحبيبه امي عجبني الحال بمعنى الكلمه والله تبغيتي تشوفوا دوزان وراه هادشي اللي بغينا حنا راه مغاربه هما مغاربه من طنجه للقويره حنا مغاربه وعلاش مشيت تما لان مشيت عند خوتي عند حبابي صله الرحيم باش نشوف هذوك الناس تاهما تبارك الله عليك ستي انت قررتي ان 2015 تقفلها صح بمتعه كان ديو جميل عملتيه هي مفاجاه مع الجمهور المغربي ديو مع الداودي كيفاش تجاهد العمل بجوج عتجت عتجت ديو هكا لا انت معروف عليك التنوع الموسيقي تبارك الله عليك في الاغاني ديالك ولكن مع الداودي يعني نجم الشعبي ف
كيفاش تلاقيتو بجوج؟ جريتو عنده. لمن كانت الفكره في الاول؟ هذه الفكره ديال حميد الدوسي اللي دار التوزيع الموسيقي ديال الحبيبه امي. حميد الدوسي اللي دار التوزيع ودار الموسيقى ودار هذا الشيء، وكذلك اللي دار ديال الحبيبه امي، وما نساش عادل الخليفي. حبيبه امي. نعم ده هو اللي دار التوزيع. تبارك الله. تبارك الله. لاحظتوا معايا اي عمل ناجح سيكون مراه وخلفه حميد الدوسي. تحيه. شكرا لعادل الخليفي كذلك. وحميد حيت كنخدم انا وياه دائما، حميد ديما انا وياه. واخا تخدم في الخفاء ولكن لا تجدي له دميت. تبارك الله. راه كاين دابا، راه كاين، ما تخموش، راه شاد لي التليفونات ديالي. حميد كاين موجود، كونوا هاني عندك ديهم درب غلش. قول هاني. دونك حميد كنخدم معاه بزاف، من دير ساكي في كتافي قادقة، وماشي شي واحد اللي معروف تبارك الله الحمد لله. انا كنرتاح ليه في الخدمه ديالو. وجا والداودي كنتشوفوا انا وياه ديما في كوره، ديما كنلعبوا كوره، ديما كنقصروا، راه عارفين من الناس كيعرفوا ليكيب ديال الكوره اللي عندنا. ربحنا دوزام شحال من خطره بيان سير. شوف 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 تلبسيتوني جمعوا خمسه صحاح وجوا لعندنا. ما تخموش هذا الحوت. يقول لي ماشي صحيح، ما كاينش، ما كاينش. لا لا شو راه غيطفوا علينا الكاميرا. يا صاحبي ما تخموش، ما تخموش. لا 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 ربحتونا سيدي، ربحتونا صافي، ماشي مشكل. دوك مع الداودي كنكونوا دائما كنلعبوا كره، وجات الفكره دائما كاين الفكره ديال الديو. دائما الفكره ديال الديو دائما. وجات هذه اللحظه ملي غادي ندوزوا في الحفله ديال راس السنه اللي غادي يشاهدوا المشاهدين. نعم ان شاء الله. قلت لي قال لي الداودي، قال لي علاش ما نديروش شي حاجه جديده كذا، كنا بغينا نديروا شي كوكتيل ولا شي حاجه. حميد الدوسي قال لنا لا نديروا شي حاجه جديده، انا نديرها لكم وكل شيء. ودار اللحن ديالو، دار الكلمات ديالو، دار توزيع الموسيقي ديالو، والحمد لله. هي دابا كنسمع دايرها اون بوكل انا في التليفون، لان كنسمعها دائما قبل ما يسمعوها. ان شاء الله غادي تخرج في 2016 ان شاء الله، ويكون جديد ديال عبد ربي مع اخي وحبيبي عبد الله الداودي. اذا الانطلاقه تكون ان شاء الله من القناه الثانيه في 2016 ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله. يخليك. علاش الداودي ما جاش معاك؟ كاين في الولايات المتحده الامريكيه عنده واحد الحفله، ورغبني باش نمشي معاه. والله لا الا رغبني باش نمشي معاه ونجلسوا، ولكن قلت لي لا الله يرضي عليك سير انت دير الحفله وخليني انا نهضر على نهضر ندير شويه لا بروموسيون الا مشيت معاك. انا كنا نهضر لنا على هذا وعد انه غيجي عندنا، وعدنا انه ان شاء الله غادي يجي المشاهد باش يقدم لنا الاغنيه حصريا بجوج ان شاء الله. والاغنيه كتهضر على الخاوه، وحنا محتاجين الخاوه هذا الوقت. هذا الشيء اللي كيدور دابا من حروب، من اعداء، من داك الشيء. هضرنا واحد لا شونسون الخاوه باننا كنا خوت. غادي نسمعوا لها مزيان ان شاء الله ملي غادي تكونوا حاضرين معنا ان شاء الله. كنتمنى لك حد موفق سي سعيد موسكا، دائما كنكونوا سعداء بالحضور ديالك معنا. شكرا. بالعكس انا اللي سعيد. داك الشيء اللي شفتو اليوم، داك الشيء اللي شفتو اليوم من مأدوبه ومن طرحات وداك الشيء، مرحبا. انا عيطوا لي غدا نكون معاكم ان شاء الله. صافي سيدي. اذا الخوه، تكلمتي على الخوه، هي اللي محتاجين لها في ظل هذا الحقد والكراهيه اللي تعيشوا العالم باسره. الحقد والكراهيه هو موضوعنا القانوني لنهار غد ان شاء الله مع الاستاذه خديجه الرجلاني في الفقره القانونيه اللي غادي يشرفنا في الحضور بالحضور فيها ضيف مميز جدا صلاح الوادي غادي يكون معنا. الدكتوره ليلى بشر غتكلم لنا على مرض جلدي يدعى الورديه. شاف هذه محضرنا بوزروك بالجبن. كليتي بوزروك بالجبن؟ وعمرني كليت شو، ولكن عرض بالفروماج. بالفروماج عرضوا عليا انا معاه. مرحبا اسيدي. غدا موعدنا مع التاويل كذلك. هدى جنان غتقدم لنا طبله مغربيه تتمزج ما بين الاصاله والمعاصره. الكل والمزيد. صباحيه دزام، نهاركم مبروك. وتفضل سي سعيد موسكي، ما تمشيش قبل ما دير لنا شي قطع. يلا وبلا بقى والو بالماكله غدا ان شاء الله. يلا الحبيبه امي ويا لامي ما يا اغلى ما عندي ويا الحنينه. الحبيبه امي ويا لامي ما يا اغلى ما عندي ويا لامي ما توحشتك داويني برضاك ضميني وستريني بغطاك. لا ليلى لا انتي الغاليه الحنينه. تحيه لكل امهات، كل امهات، كل امهات كبيره جميع الامهات. تبارك الله عليكم.